نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا شوط هادئ جدا، واعتقد ان النتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول. النتيجه منطقيه، وكنا بنتوسم ان يكون في شكل ايجابي اكتر على المرميين، يعني يمكن كورتين من ناحيه النادي الاهلي. زياد طارق كان ممكن يطلع الباك رايت، وراح عامل تمويه وداخل لجوه وعاملها بشماله، بس جت في ايده الجول. يعني انا حاسس ان لعيبه الاهلي، انا كنت حاسس ان هتبقى عندها شويه عدم تجانس، انما لقيت فيه هدوء، في تعامل مع كره سليم، في عدم السربعه، في شخصيات موجوده بتحاول تادي مع لعيبه زي صلاح محسن وحسام حسن، بيحاولوا من على الاطراف يعملوا اي مفاجاه، عرضيات، اي حاجه. انما لعيبه بقى لها كتير قوي ما بتلعبش، لعيبه خارجه بره الفورمه، لعيبه بتحاول ترجع. والغريب بقى ان فرقه الجونه بالشكل ده، الفرقه اللي هي يعني فرقه كامله، انا حاسس ان فرقه الاهلي احسن. فرقه الاهلي بتلعب كوره وبتستلم وبتاع، وعندهم انتظام وعندهم شكل تكتيكي، حتى اللي هو النزول لغايه نص الملعب، الزون ديفنس ده، ومحاوله الكونتر اتاك. انما واضح الغياب الفتره اللي فاتت عن الملاعب مؤثر على اللعيبه جدا. صحيح. كابتن علاء، شفت الشوط الاول ازاي؟ ما زي ما شفناه كلنا، شوط هادي جدا. كانت بدايه جونا خمس ست دقائق، بدات البدايه المعتاده لسه لعيبه النادي الاهلي بس لما تدخل المباراه. لكن في حاجات اجابات قليله جدا في الشوط الاول. زي ايه؟ زي الهدوء الموجود في لعيبه النادي الاهلي، ملتزمين بالكلام المتقال. لما بيجي بيدافع بيسيب نص الملعب ويرجع لورا. في بعض في مخاطره شويه في الخط الخلفي. شويه ان هو يعني ان واضح ان هو مطلوب منهم يطلعوا بالكوره من الخلف، مش تبقاش كور طويله. أيوة. ف الى حد كبير، لكن لحد الان الامور هاديه، مفيش مشكله. فريق جونا فريق بعيد كل البعد، يعني انا بقول النادي الاهلي، هو الشوط الاول بالنسبه لعيبه النادي الاهلي شوط انا بالنسبه لي مقبول، معقول جدا. انا بتلعب فريق ما فيهوش غياب واحد، وفريق عادي جدا ما فيهوش حاجه خالص. في بعض اللعيبه ظهرت بمستوى مطمئن. مين لفت نظري؟ انا لفت نظري محمد هاني. تحس ان محمد هاني لعيب كبير في الملعب، بيتكلم، بيتحرك اللي حواليه. محمد مغربي عجبني جدا، محمد هاني. اي طبعا زياد طارق يمكن اكثرهم مهاره وثقه في نفسه، لعيب كويس قوي. ده مع الوقت مع الشغل هيبقى لعيب كويس، رجليه شمال كويسه جدا. اللي بس لازم يبقى فيه شغل اكتر من كده من صلاح محسن وحسام حسن. لازم شغل كتير جدا لو عايز تبقى ليك مكان في لعيبه النادي الاهلي، لكن المفروض انت اللي شايل الولاد الصغيره دي. لكن محمد محمود بيحاول، طبعا بقاله فتره بعيده. انا مش قلق ان محمد محمود، بس يا رب ان شاء الله ما فيش اصابه. لكن محمد محمود بدنيا يبقى كويس، فنيا ما تقلقش منه خالص. فانت في ايجابيات اعتقد. الشوط الثاني ايمن، مع مرور الوقت لعيبه النادي الاهلي اتحسن كمان اكتر من كده باذن الله رب. كابتن اسامه، لو قلنا ان لعيبه النادي الاهلي اغلبيه من الناشئين، وناس كانت بعيدة عن الملعب الفترة وبتلعب كلها مع بعض النهاردة، فممكن ومع ذلك هم أدوا أداء معقول الشوط الأول زي ما قالوا الكباتن، فممكن نلتمس ليهم العذر بعض الشيء. إنما لقينا أداء غير متوقع من فرقة الجون. لعيبة الأهلي طبعا، احنا من بداية الاستوديو بنقول نلتمس ليهم العذر، لأن التشكيلة فيها كتير عناصر جديدة وناس بعاد عن الملعب. يعني ما فيش حد من دول تقريبا بيشارك بصفة كتيرة او ما بيشاركش خالص. ففيها في بعض الايجابيات، وفي طبعا في حاجات سلبية من بعض الناس. فرقة الجونة مكتملة الصفوف، وعلى فكرة بيلعبوا بنفس طريقة النادي الاهلي، بيلعبوا برضو 3-4-3، اللي هو عمرو طارق ومحمد نجيب ومحمود الجزار سردباكات، واحمد صفي يمين والسعداوي شمال، وعمرو بركات ونور السيد اثنين ديفندر، وبعدين كريم طارق على الشمال واسلام محارب في اليمين وخالد قمر قدام. يمكن الجبهه بتاعتهم اللي فيها عمرو سعداوي وكريم طارق عامله قلق شويه، بس لناحيه كريم فؤاد ومحمد خليفه وزياد طارق، يعني فيها حركه اكتر. وكريم طارق يعني تخلص من المدافعين اكتر من مره وعمل بعض الكرات الخطيره، وهم مش اداء الجونة اللي المفروض يكون بيلعب فيه النادي الاهلي وهو ناقص كده. لكن في مجمل اللقاء هم اخطر، يعني الشوط الاولاني هم اخطر على المرمى. احنا في محاولات بس على استحياء، يعني أيوة. واحده من زياد طارق وهو لعيب مهاري وكويس، ولكن يعني عايز قوه اكتر من كده. انا بس في ناس مثلا زي كريم فؤاد النهارده الشوط الاولاني
مش كريم فؤاد المفروض يعمل نشاط اكتر من كده في الجانب دوت. بس هل نفس الشيء هل بعده عن المباريات ممكن ياثر شوي. ممكن ياثر لكن هو لعيب كويس طبع. محمود وحيد نفس الشيء، انت المفروض متحرر ناحيه بتلعب ثلاث سيرت باكات، انت المفروض متحرر هتعمل انطلاقات اكتر من كده انت وصلاح محسن ناحيه الشمال. برضو زي ما علاء قال حسام حسن مش واضح. فبعض الاجابات كويسه وفي بعض السلبيات، لكن هو شوط هادئ. انا عجبني يمكن نفس الكلام اللي علاء قاله وشريف، مغربي اللي هو السيرت باك واضح انه لعيب كويس، هاني وبرضو محمد خليفه السيرت باك الثاني وزياد طارق شكله محاول، هم دول اكتر ناس بيحاولوا تحس فيهم حيويه يعني. الباقي لازم يشتغل اكتر من كده. وطبعا برضو مصطفى شوبير اتعامل مع كورتين مسكهم كويس وهو في المرمى. في حاجات طبعا بالخبره هتزيد معاه، لكن يعني ماتش متكافئ يعني. ماتش الشوط الاول متكافئ. كابتن بلال اكلمك على الشق الهجومي، الشق الهجومي وبالنسبه للنادي الاهلي الشوط الاولاني ما شفناش حلول هجوميه، سواء بالاختراق من العمق، سواء من الاطراف، سواء تسديد على المرمى، الحاجات دي كلها كانت ناقصانا الشوط الاول. بص يا كابتن، احنا عندنا مشكلتين في الناحيه الهجوميه. المشكله الاولى هو التحركات بتاعه الثلاثي الامامي. ليه؟ انت النهارده بتلعب الجونه بيلعب اوفسايد جيم، وعندك سرعات في الحته الاماميه، فطبيعي جدا انا لازم تلقائيا استغل المساحات اللي موجوده. انا اللعيبه بتاعتي عندها سرعات، زياد طارق عنده سرعه، صلاح محسن عنده سرعه، تمام؟ عندك محطه حسام حسن، طبيعي جدا جدا لما تلاقي فرقه زي الجونه دي هم عندهم بطء شديد جدا في الحته الدفاعيه وبيلعب اوف سايد جيم، بدك تستغل الحته دي بشكل جيد. مهمه مين في الملعب؟ دي مهمه الربط بقى اللي ما بين محمد محمود كبلاي ميكر رقم 10 وصلاح محسن وزياد طارق، هم دول الثلاثه دول لازم يبقى في ربط ما بينهم. صحيح. النهارده هو ده الحل الامثل بالنسبه لي او الحل الوحيد بالنسبه لي في ظل مباراه انت بتلعبها زي ما قالوا الكباتن واتكلموا على ان في ماتشنج كده ما بين اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، وانت يعني ومفيش تاقلم شويه، وبرده اللعيبه الصغيره ممكن تكون هايبه الموقف شويه، مع ان ده يعني ما بقاش موجود كتير في كره القدم في الوقت الحالي. انت طبيعي جدا طالما انت موجود في الفريق الاول بتبقى فرصه بالنسبه لك لاثبات الذات، فرصه بالنسبه لك ان تقول تحط رجلك يعني، فرصه بالنسبه لك انك كمان حتى لو مش هتلعب في الاهلي اللي هو اقصى طموح يبقى عندك بالنسبه لنفسك يعني بتسوي نفسك بشكل كويس، وده المفترض بتشتغل عليه اللعيبه يعني. كباتن برضو اتكلموا على نقطه مهمه جدا، نقطه اللعيبه الكبيره اللعيبه القديمه، حسام حسن، كريم فؤاد، صلاح محسن محمود وحيد. انا مش شايف قيمتهم في الملعب، مش شايف قدراتهم، مش باينه، مش واضحه ليا في الملعب النهارده. الطبيعي يبقى في فوارق كمان حتى النهارده زي ما قال الكابتن علاء والكابتن اسامه كابتن شريف، لما يكون لعيبه عندي كبار في الملعب لازم ياخدوا بايد اللعيبه الصغيره، خاصه انت ما عندكش واحد بس او اتنين صغيرين، انت اوريدي هتشيلهم وانت بتشتغل. انت عندك خمس لعيبه صغيرين في الملعب، خمس نص سته كبار وخمسه صغيرين، فانت بتتكلم في نص الفرقه تقريبا او نص الفرقه. فانت طبيعي جدا لازم يبقى ليك دور، اولا دور قيادي في الملعب بالكلام بالتوجيه بالحماس، الدور الثاني يبقى انت لازم يبقى انت فارق كلعيب كبير في الملعب بادائك وامكانياتك. لا اللي احنا شايفينه لا، اللعيبه واضح ان هي بعيد شويه، بعيد عن المستوى شويه، ممكن يكون بعيد عن بعاد في التركيز كتركيزيا يعني في الماتش، مش مركزين في الماتش بشكل كبير، او البطوله بالنسبه لهم مش شايفينها كبيره، مع ان المفترض وانت بتلعب في النادي الاهلي كل مباراه بالنسبه لك هي مباراه فاصله في مشوارك. ليه؟ النهارده كنا بنتكلم قبل الاستوديو اكرم توفيق اصابه، واصابه كبيره مش صغيره، فطبيعي جدا النهارده ممكن يكون لعيب ممكن كريم فؤاد يبقى له دور في الفتره اللي جايه. عمرو السولية إصابة فجأة، ممكن يكون لعيب عندك له دور تاني. فالنهاردة لازم المباريات اللي زي دي تتاخد بجدية أكتر من كده شوية. لازم أنت كمان تدي مسج للمدير الفني إن أنا موجود، أنا هنا، لو في حاجة حصلت أنا رقم اتنين. فرصة غير عادية. طبعا ده وضع طبيعي يعني. إحنا يعني قبل الاستوديو كنا بنقول إيه الفايدة من البطولة دي؟ أنا مش شايف فيها أي فايدة خالص على الإطلاق، غير حاجة واحدة بس، إنك أنت كمدير فني بتكتشف اللعيب والعكس، واللعيب بيماركت نفسه للمدير الفني والبره كمان. دي الفايده الوحيده من كاس الرابطه من وجهه نظر الشخصيه، غير كده مفيش. يعني انت النهارده السنه اللي جايه مفيش بطوله افريقيا، مظبوط؟ فهتعمل كاس الرابطه هتعمل بيه، هتشتغلوا ازاي؟ هتشغل بالناشئين؟ مظبوط. انت كمان حتى لو بتفكر في كده لازم يبقى عندك منتخب محليين، انت ما عندكش منتخب محليين عشان تبقى برضه بتلعب كاس الرابطه، عشان تبقى بالنسبه لك انتقاء للعيبه المنتخب المحليين. فالنهارده انا بشوف ان اللعيبه دي فرصه جيده يا كابتن بالنسبه لهم. انت عندك لسه اعتقد ثلاث مباريات لازم يحرجوا المدرب، يقول له انا 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 انت ما بتلعبيش يعني انت غلطان بالزبط. يعني بالظبط، او
انا موجود وقت ما تحتاجني انا موجود، انا رقم 2 بالنسبه لك او ممكن ابقى رقم 1 بالنسبه لك. صحيح. لان دي بتبقى ماتشات فوارق بالنسبه للعيبه كتير جدا باذن الله رب العالمين. ممكن يتغير الشكل الشوط الثاني، املنا ان يتغير الشكل الشوط الثاني ونشوف مباراه جيده من الفرقتين سواء النادي الاهلي او نادي الجونه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.